مصر عدت بكتير من الحروب وكمان من الثورات، وبما اننا داخلين على ثورة 23 يوليو كمان كام يوم، فالنهاردة هناخدكم في جولة جوه المتحف الحربي القومي. انا هبة جمال، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. المتحف الحربي القومي اتعمل سنة 1937، وكان موجود في مبنى وزارة الدفاع اللي كان في شارع الفلكي في القاهرة. بعدها بقى اتنقل سنة 1938 في مبنى مؤقت في جاردن سيتي، وسنة 1949 اتنقل في قصر الحرم اللي بناه محمد علي باشا في قلعة صلاح الدين، واللي هو موجود لحد النهاردة هناك. المتحف حصل فيه شوية تجديدات. اول تجديد تم افتتاحه يوم 26/7/82، وتاني تجديد كان مع هيئة الاثار وتم افتتاحه يوم 26/4/88، وتالت تجديد كان مع جمهورية كوريا الديمقراطية وكان في سنة 1990، وتم افتتاحه في عهد الرئيس محمد حسني مبارك يوم 29/11/93. المتحف بيحكي كل الحروب والثورات اللي عدت على مصر، وبيحكي كمان اهم الشخصيات العسكرية اللي شاركت في الحروب، وكمان الملابس والمعدات والاسلحة وتطورها على مر العصور، وكمان بيحكي شرح تفصيلي عن ثورة 52 وحرب اكتوبر. المتحف فيه قاعات كتيرة جدا. اول قاعة معانا هي قاعة المجد، ودي اللي بتحاكي الاحداث التاريخية من اول العصر الفرعوني ولحد حرب 6 اكتوبر. تاني قاعة معانا هي قاعة الازياء العسكرية، واللي بتحاكي تطور الملابس العسكرية من اول العصر الفرعوني ولحد العصر الاسلامي، وبعد كده عصر محمد علي ولحد العصر بتاعنا دلوقتي. كمان قاعة الأزياء بتحاكي تطور الأعلام، وكمان الأعلام المخصصة لبعض الوحدات للقوات المسلحة ومدى تطورها كل فترة، وكمان الأوسمة والنياشين اللي أخذها جميع القادة على مر العصور. في قاعة تانية اسمها قاعة المدفعية، ودي فيها التطور الخاص بالمدفعية من أول عصر محمد علي، وده كان أول استخدام ليها ولحد النهاردة. وفي قاعة تانية اسمها قاعة العدل أو القاعة الصيفية، ودي فيها مجسم لمحمد علي أثناء الحكم. كمان في قاعة اسمها قاعة الأسلحة، ودي بتحاكي تطور الأسلحة، وكمان موجود فيها مجموعة من الأسلحة اللي كان بتستخدم فوق القلعة لما كانت متحصرة. أما الجناح الفرعوني فبيحكي الأحداث التاريخية في مصر القديمة، وبيحكي حروب تحتمس الثالث ورمسيس الثاني بطريقة الديوراما مع تسجيل صوتي باللغة العربية واللغة الإنجليزية. أما بقى قاعة الجناح الإسلامي فدي بتحاكي الحروب اللي حصلت في صدر الإسلام، وكمان عرض لمعركة المنصورة اللي كانت في نهاية العصر الأيوبي، وعرض تاني لمعركة عين جالوت واللي كانت في العصر المملوكي. في قاعة تانية كبيرة جدا بتحاكي الفترة من القرن 19 للقرن 20، وفيها قاعة عن الحملة الفرنسية، قاعة عن حكم محمد علي وأسرة محمد علي، وكمان فيها قاعة تانية بتحاكي الحصون اللي كانت موجودة في القاهرة وسواحل مصر. بعد كده هتدخل على السرة الرئيسية، واللي فيها لوحات لوزراء الدفاع في فترة محمد علي، وكمان قاعة معركة نزيب واللي كانت ما بين إبراهيم باشا ابن محمد علي والقوات التركية بقيادة حافظ بيك، واللي انتهت بانتصار عظيم للقوات المصرية. وكمان قاعة اسمها قاعة الخديوي سعيد والخديوي اسماعيل ابناء محمد علي باشا، واللي بتحكي الاحداث والحروب في الفترة دي، وكمان حفر قناة السويس بالتفصيل وكمان افتتاحها. قاعة بقى تانية عن الثورة العرابية وتصور لأحمد عرابي وهو بيقدم مطالب الجيش والشعب امام الخديوي توفيق قدام قصر عابدين. وفي قاعة كمان اسمها قاعة الخديوي عباس حلمي الثاني والسلطان حسين كامل، واللي بتحكي الحروب في الفترة دي، وكمان في صالة عرض للحرب ضد الإنجليز ودفاع الإسكندرية وكمان الاحتلال البريطاني لمصر. وفي قاعة تانية اسمها قاعة الملك فؤاد وقاعة الملك فاروق، واللي بتحاكي الفترة بتاعة الحرب العالمية الثانية. اما بقى قاعة ثورة 52، ودي اللي بتحاكي حرب 48 وكل احداث الثورة، وكمان في مجسم لمجلس قيادة الثورة والضباط الاحرار، وكمان في عرض لصور وزراء الدفاع في الفترة من الثورة ولحد حرب 56، وكمان تصور لمرحمة بورسعيد والعدوان الثلاثي على مصر. هتخلص دول بقى وهتدخل على قاعتين، قاعة منهم عن حرب اليمن والقاعة التانية عن حرب 67، ومنها معركة الاستنزاف ومعركة رأس العش وتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات.
اما بقى قاعة النصر، ودي اللي بتحكي عن حرب اكتوبر بالتفصيل وكل الاسلحة اللي شاركت في الحرب، وكمان قوات الدفاع الجوي، قوات البحرية، وقوات المظلات، وقوات المشاة، وكل حاجة بالتفصيل عن حرب اكتوبر. اما الدور الارضي ففي جناح لعرض المدرعات اللي تم استخدامها في حرب اكتوبر، وكمان صالة عرض لكل الشهداء اللي استشهدوا في حرب اكتوبر، وكمان في صالة عرض مكشوف واللي بيتعرض فيها كل الدبابات اللي تم استخدامها من اول حرب 48 لحد حرب 73، وكمان الدبابات اللي استولى عليها الجيش المصري من الجيش الاسرائيلي. مصر عدت بحروب كتيرة جدا، وجوه المتحف الحربي هتلاقي محاكاة لكل الحروب من اول العصر الفرعوني ولحد حرب 73. ما تنسوش تروحوا تتفرجوا على المتحف وتقولوا لنا لو كنتوا رحتوه قبل كده، وسيبوا لنا في الكومنتات انتوا شفتوا ايه وايه اللي عجبكم واكتر حاجة لفتت نظركم جوه المتحف. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للحلقة لو عجبتكم، علشان نعمل لكم فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.